ان شاء الله مره اخر سيكشن في الكومبشن اللي هو الثالث، والاسبوع الجاي باذن الله هنشتغل الشيك الرابع اللي هو السوبر والتربو تشارجنج، وهيبقى ده اخر جزء لدكتور سعد. بعد كده المسائل اللي على جزء دكتور محمد عمر مش كبيره، يعني اصل كتير من الحاجات اللي احنا عملناها. وباكد بس على حاجه عشان في واحد سالني بعد المحاضره، كلام اللي كنا حاولوا في المحاضره كلام النظر ده مش مطلوب منه اشرحه في السكشن، تمام؟ فاحنا هنا مسائل، ولو اتفضل امر ان انا بس احط نظر عشان تفهمني في المساله بس، تمام؟ طيب اخر نقطه اتكلم فيها السكشن بتاع يوم السبت، لما قلنا زي مثلا انا عكس الكلام يعني عكس المعادله اللي انا كنت كاتبها، لان الموضوع صيانه كده كده يوصل نفس المفهوم. يعني لا انا عندي خليط، خليط ده كان سي او و او2 وسي او2 ثلاثة كومبيوتر تانك. ف قلنا لو انت بقى ده شغال وده بنسميه الفورورد رياكشن وده بنسميه اتجاه الباك. لو الاتجاه الفورورد هو اللي اكتف، فبنلاقي لو انا الخليط قدامي بلاقي كميه السي او2 عماله بتزيد وكميه السي او والاو2 عماله بتقل، والعكس لو كان الباكورد رياكشن هو الفعال والفورورد نايم. لو الاثنين شغالين اللي هو الفورورد رياكشن والباكورد رياكشن شغالين، فبنلاقي طب مين هيزيد ومين هيقل، الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هي ديبنس بقى على مين اسرع. لو الفورورد هو اللي اسرع من الباكورد يبقى كميه السي او2 هتزيد، لو الباكورد هو اللي اسرع هيحصل العكس. لو حصل وكان سرعه الاتجاه الفورورد هي نفسها سرعه اتجاه الباكورد، يبقى لو في كميه من السي او تحت مع الاو2 وكونت كميه من السي او2 في نفس الوقت الكميه دي بتتكسر والباكورد الاكشن هترجع تاني الى سي او واو2. دي حاجه بنسميها كيميكال ايكوليبريم. كيميكال ايكوليبريم عرفناه مع دايناميك بروسيس، لانه على مستوى مايكروسكوبيك في حاجه بتحصل، في تفاعلات شغاله، بس التفاعلات ديت بتعاكس بعضها، واحد بيعمل حاجه والتاني بيشتغل عكسها، اصبح دلوقتي النت افكت على الابيرنت كونسنتريشن زيرو، يعني الكونسنتريشن بتاع المكونات اصبح ثابت ما اتغيرش. ده ابيرنت بالنسبه لي، ده الكلام ده مش معناه ان مفيش حاجه جوه، لا في حاجه جوه شغاله. بس الحاجه ديت هي اللي ادت الى هذا الثبات اللي انت شايفه ظاهريا. تمام؟ ده معنى الكيميكال ايكوليبريم. الكيميكال ايكوليبريم احنا بنتصور ان هو بيوفر لنا معادلات نقدر ان احنا نستخدمها في حل الانظمه الغير مقفوله، زي ما نشوف دلوقتي في مثال والمثال اللي احنا خلاها رقم 8 في الشهر. بس الاول لازم نشوف ايه المعادلات اللي بيقدمها لنا الكيميكال ايكوليبريم، واحنا بنحل المساله هنقدر ان احنا نعمل ابريشيشن للمعادلات دي وقد ايه هتكون مفيده في حل المسائل زي ما نشوف ان شاء الله. فالمهم فسي انا هحكي دلوقتي تفاعل جنرال، يعني حاجه زي اللي موجوده قدام في عندي خليط من اي سبيشيز موجوده. فهنا سميت ايه وبي سي، يعني ايه دي ممكن تكون سنه وسكر بوم وفرم اي حاجه. ماشي؟ فدلوقتي عندنا خليط، الخليط ده مكون من ستة سبيشيز A B C D E F. لو انا كانت بالشكل ده كده يبقى ده الاتجاه الفورورد، يبقى ده الاتجاه الباك. ماشي؟ فرموز الكابيتال ديت هي رموز لأي سبيشيز في المكان، ومش شرط يبقى هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، ممكن يبقى هنا ثلاثة وهنا اثنين، هنا اثنين وهنا ثلاثة، هنا واحد وهنا أربعة، أي حاجة. ماشي؟ ايه الفاكتور اللي موجود قدام كل السبيشيز ديت اللي هو ده؟ عشان احنا لما نكتب مثلا معادله الحقيقي بيقول لو انا رحت على سي اتش 4 فانا عاوز 2 او 2 زائد 3 76 ان 2 مثلا، فقدام الاو 2 في فاكتور اللي هو 2 بنسميها الاستوكيومتري بتاع التفاعل. كل سبيشيز قدام منها قد ايه؟ الواحد مول من هنا محتاج كام مول من هنا؟ مين قصدي؟ فالفاكتورز الصغيره اللي موجود قدام السبيشيز ديت اللي هي بحروف سمول، يعني
لو اتفاعل واحد مول او اتفاعل اي مول من السبيشيس اي هنحتاج قد اي مول من السبيشيس بي وهيطلع قد اي مول من السبيشيس دي وهكذا. فاهمين قصدي؟ طيب لو التفاعل ده وصل الى حاله كيميكال ايكوليبريم وصل لحاله كيميكال ايكوليبريم ده معناه ان في عندي خليط. الخليط ده موجود فيه ستة سبيشيس تمام؟ والكميات بتاعتهم ثابته ما بتتغيرش. وسبب ان الكميات دي ثابته ما بتتغيرش ان اذا التفاعل الفورورد اشتغل الباكورد بيعكس الافكت بتاعته. فالتركيب ككميات لكل سبيشيس ما عادتش بتتغير. قبل ما ادخل في المعادلات وفي التفاصيل معنى ان في كيميكال ايكوليبريم السته موجودين قدامي. فلو انا مثلا عاوز اعرف ساعة ما حصل الكيميكال ايكوليبريم لو عاوز اعرف المول فراكشن بتاع اي مكون من مكونات الخليط وليكن المول فراكشن بتاع السبيشيس ايه؟ المول فراكشن تعريف عدد مولات السبيشيس اللي انت بتتكلم عليها على عدد المولات الكليه للخليط. يعني ده معناه ان انا اقسم عدد المولات بتاعة ايه على عدد المولات الكليه للخليط. سبميشن ان. سبميشن ان دي معناها عدد مولات ايه وعدد مولات بي وسي ودي واي واف لان الخليط في كل ده. واضح كلامي؟ طيب. ومش شرط ان يكون عدد مولات ايه هو الرقم ده. ده الارقام ديت بتوضح لك النسبه والتناسب بتاعت التفاعل، يعني لو اتفاعل من هنا كذا يطلع لي قد ايه كذا. فاهمين قصدي؟ يعني مش شرط ان يكون الرقم ده هو ده. حسب ما الكميات موجوده بوضح لك النسبه والتناسب بتاعت الايه؟ التفاعل. الاي من ده عاوز يطلع له دي من ده وهكذا. معايا؟ لو حصل كان عندنا تفاعل بالشكل ده والتفاعل ده وصل الى كيميكال ايكوليبريم بنقدر ان احنا نكتب معادله بنسميها معادله الايكوليبريم كونستنت ثابت الاتزان. ثابت الاتزان ده هو ثابت قيمته بتختلف باختلاف التفاعل وبتعتمد على درجه الحراره. يعني لو انا رحت مسمي لك التفاعل ده وضحت لك السبيشيز دي ايه هي تقدر في جداول ندخل لها حسب درجة الحرارة اللي التفاعل ده شغال عندها نعرف الايكوليبريم كونستنت ده بكام، يعني نقدر نقيسه بالتجربة مجدول. فالايكوليبريم كونستنت ده كقيمة معروف بالنسبة لي، أنا مش محتاج أوضح حاجتين، التفاعل اللي بيتم ده المعادلة بتاعته إيه؟ هدخل الجدول بتاعه وعن درجة الحرارة بعرفها، فغالبا في المسألة في الامتحان يبقى جايب لي أو يديك الجدول مش مشكلة كده كده هو واضح. لكن الميزة اللي بيقدمها لي الايكوليبريم كونستنت إن الايكوليبريم كونستنت مرتبط بالتركيب بتاع الخليط لما الخليط وصل الى حاله ايكوليبريم. يعني المعادله بتاعت الايكوليبريم كونستانت لو بصينا هنا كده يعني لما نخصصها ده بيتكلم مين؟ ده بيتكلم الاجسام اللي هي المول فراكشن. المول فراكشن بتاع كل السبيشيز اللي موجوده في النص بتاع التفاعل بتاع الكيميكال ايكوليبريم. يعني كان الكيميكال ايكوليبريم كقيمه او كمقدار هو بيوفر لك معادله زياده ممكن المعادله دي تربط بينها تربط فيها بين تركيب الخليط وبعضه بين الاي والبي والسي والدي والاي. المعادله دي هتكون معادله ممكن استخدمها عشان يبقى في عندي مجاهيل وعاوز معادله زياده. زي مثلا ما كنا بنعمل في المسائل الاولى في الشيء كان عندي مثلا خمس مجاهيل وانا مش متاح ليا غير اربع معادله فكنت محتاج معادله زياده. المعادله الزياده دي في المساله رقم واحد هو كان موفرها لي بطريق غير مباشر. ممكن من المعادله زي دي تيجي عن طريق مين؟ عن طريق الكيميكال ايكوليبريم. وهنشوفها وهنحل مسألة. بس كل اللي هذكره لكم دلوقتي ان هو الايكوليبريم كونستانت كقيمه ربط تركيب الخليط ببعضه لما حصل كيميكال ايكوليبريم. طب تعالوا نشوف المعادلات. الايكوليبريم كونستانت له معادلتين. معادله لو هو بيزد على البريشر ومعادله لو هو بيزد على الكونسنتريشن. خلينا نبدا بالمعادله اللي هي بيزد على البريشر. شوف كده الاستراكشر بتاع المعادله. لو ايه ده التفاعل اللي انت بتشتغل عليه؟ هاي الجنة اي حاجه. فالايكوليبريم كونستانت بيس على البريشر هو عباره عن عندنا في البسط المول فراكشن بتاع الدي في المول فراكشن بتاع الاي في المول فراكشن بتاع الاف. الدي والاي والاف هنا ترمز بيه، ترمز بيه للخرج للفورورد ريأكشن. يعني انا كاتب قدامك التفاعل كده، فانت عرفت ان ده الفورورد ريأكشن ده الخرج بتاعه
يبقى النص هيكون موجود فيه المول فراكشن بتاع المكونات اللي هي بتمثل خارج الفورورد دايركشن. بس قبل ما تضربهم ببعض ترفع كل واحد فيهم لباور، الباور دي هي الفاكتور اللي موجود قدام كل واحد فيهم في المعادله بتاعت التفاعل. واضح كلامي؟ الكلام ده في البسط موجود في البرودكتس بتاعت الفورورد دايركشن، في المقام موجود نفس الكلام بس للرياكتانس اللي دخلت الفورورد دايركشن. وكل واحد من دول مرفوع ليه الفاكتور اللي موجود قدام منه في المعادله دي. الاكس بتاعت اي واحده من دول اللي هي تحس ان المعادله شبه دي، وتشوف الخليط اللي عندك ده بعد ما حصل كيميكال ايكوليبريم موجود عندي كام مول من كل سبيشيز. لو انت عاوز المول فراكشن بتاع اي واحده فيهم تقسم عدد المولات بتاعتها على عدد المولات اللي فوق. بس لسه التعريف ما كبرش، الكي بي زي ما قال بيساوي المقدار ده، فالمقدار ده مضروب في حاجه، الحاجه دي عباره عن ايه؟ البي على البي او او البي ريفرنس مرفوع الباور. البي اللي هو الضغط بتاع الخليط، المكونات ديت الضغط بتاعها على بعضه كام؟ الضغط الكل للخليط مقسوم على البي ده يعني بتبقى موجوده ده معناه ريفرنس بريشر. ريفرنس بريشر عاده لو مش جايبين في المساله بناخد واحد اتموسفير يعني 101 و3 من 10 كيلو بس يعني. البي على البي ريفرنس دي مرفوعه على الباور، الباور دي عباره عن ايه؟ بص عشان عندي هنا الباور بتاعت دي واي اف نجمعهم على بعض. والباور بتاعت ده A و B و C نجمعهم على بعض ونطرح ده ناقص ده. ماشي؟ بأكد تاني إن الفاكتورز دهيت جت منين؟ من المعادلة اللي فيها العلامة دي بتاعت الكيميكال إيكوليبر. ماشي. طبعًا المونتراكشن إحنا عرفناه إن هو الـ N على N دول. في معادلة تانية أظن كنت اتكلمت عنها في السكشن بتاع يوم السبت. إن المول فراكشن زي ما هو بيمثل عدد المولات بالنسبه لعدد المولات الكلي، فهو كمان بيعبر عن البارشال بريشر بالنسبه للميكسشر بريشر او التوتال بريشر. يعني لو انا عندي الخليط ده في A و B و C لغايه F، كل واحد من دول له عدد من المولات وكل واحد من دول له بارشال بريشر. زي ما عدد المولات الكل بيساوي مجموع عدد المولات بتاع كل سبيشيز، فالميكسشر بريشر اللي هو الضغط الكلي للخليط هو عباره عن مجموع البارشال بريشر بتاع كل سبيشيز موجود. ده انا وضحته السيشن اللي فات. ففي معادله بتقول ان الاكس زي ما هي بتضبط عدد المولات بالنسبه لعدد المولات الكلي، فهي برضه بتساوي البارشال بريشر بتاع السبيشيز اللي انت بترسمها بالنسبه للميكسشر. طيب فإذا كان الإكس بتاعت A بتساوي البي إيه على البي ميكس، نقدر نكتب معادلة تانية نقول إن الإكس بتاعت B بتساوي البارشال بريشر بتاع B على الميكسشر بريشر، وهكذا لكل السبيشيز. لو جينا عوضت بالمقدار ده أهو لكل سبيشيز المعادلة بتاعت الكي دي عن كل إكس وعملت شوية مانيبيوليشن كده، نقدر نوصل لإن الكي دي ده اللي هو معبر عنه المعادلة دي هو نفسه المعادله دي. المعادله دي البسط بتاعها مرتبط بالفاكتور بتاع الفورورد دايركشن، والمقام مرتبط بالدخل بتاع الفورورد دايركشن. طب كل واحد من دول عباره عن ايه؟ انا عندي الفاكتور بتاع الفورورد دايركشن 3 سبيشيز دي اي اف، فيبقى البارشن بريشر بتاعت دي على ريفرنس بريشر مرفوع الباور، الباور دي بتساوي الفاكتور اللي موجود قدام مني. يتكرر الكلام ده كل خارج التفاعل الفورورد ويتضرب في بعضه ويتقسم على نفس الكلام ده بس بالنسبه للدخل بتاع الفورورد اكشن. عشان كده لو جينا نبص للمعادله بتاعت الكي بي اللي هو الشكل ده هو نفسه ده بس مع تحويل يعني نفس القيمه. لما نبص للمعادله دي، المعادله دي كل الترمات اللي فيها بريشر 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 البريشر بريشر مناسب للريفرنس. فمن هنا جه كلمة إن ده اسمه equilibrium constant based على البريشر. ماشي؟ طب أنت لما هتروح داخل المسألة، المسألة التقليدية إن الكي بي ده هو معروف، وإن أنت بتكتب المعادلة دي عشان تطلع معادلة زيادة تقدر تحل بيها السيستم بتاع الحريق. ماشي؟ لكن
ممكن لو المساله مساله ام سي كيو يبقى ده جدا عندك وانت هتعوض في الجوابات في المعادله دي عشان تطلع قيمه الكيمي كتعويض مباشر لمساله. ماشي. طيب لو احنا بصينا للشكل ده للمعادله بتاعت الكي بي اقدر اقول ان الكي بي ده له وحده هو دايمنشنز. انت بتقسم بي على كي بي على كي ده ملوش وحده دايمنشنز. وقيمته تقدر لو انت عرفت التفاعل اللي انت بتشتغل عليه تدخل الجدول بتاع التفاعل ده عن درجه الحراره اللي انت بتقصد عندها او بتشتغل عندها تعرف قيمه الكي بي دي كام. طيب ده الكوليبريم كونستنت بيست على البريشر. في كوليبريم كونستنت تاني بس بيست على الكونسنتريشن. ايه المقصود بالكونسنتريشن؟ في معادله اللي هي الاكويشن بس طبعا المعادله دي ماشي اصلها ايه؟ كنا بنقول لو انا عندي بيرفكت جاز فالبي دي بتساوي ام ار تي او بتساوي ايه؟ ام ار تي بس طبعا ده يبقى الكبسر جاز ناقص. لو انت قسمت يمين وشمال على الفوليوم هتروح دي مع ديت هيبقى البي بيساوي نمبر اوف مولز في اليونت فوليوم ده اللي بنسميه كونسنتريشن ار اللي هو الريفرنس او اليونيفرسال جاس كونستنت في الكونتريشن. طيب الكلام ده لو انا بتكلم على الخليط ككل تمام فيبقى ده الميكستشر بريشر وده الكونسنتريشن بتاع الخليط ككل. يعني الخليط ده كام مول على بعضه على الفوليوم اللي هو موجود فيه. لكن ممكن تطبق نفس المعادله دي لسبيشيز واحده من مكونات الخليط. في الحاله دي مش هيبقى الميكستشر بريشر هيبقى ايه؟ البارشال بريشر بتاع السبيشيز بيساوي الكونسنتريشن بتاع السبيشيز معايا؟ يعني النمبر اوف مولز للسبيشيز اللي انت بتقصدها على الفوليوم اللي موجوده فيه اللي هو الفوليوم بتاع الخليط في اليونيفرسال جاس كونسنت في الكونسنتريشن. طيب خدوا بالك الخليط كل مكون له عدد مولات وكل مكون له بارشال بريشر. لو انت جمعت البارشال بريشر مع بعضه يديك الميكستشر بريشر. لكن كل المكونات دي موجوده في نفس الحجم وموجوده عند نفس التمبريتشر. ماشي؟ عشان كده ما اروحش قلت هنا تي اي كله عند نفس التمبريتشر. طيب المعادله دي بتقول ان في علاقه تربط البارشال بريشر بالكونسنتريشن. يعني ممكن اقول اجيب الكونسنتريشن دلالة البارشال بريشر او البارشال بريشر دلالة الكونسنتريشن. طب اذا كانت معادلة الاي بي هي في الاساس مبنية على البارشال بريشر بتاع كل سبيشيز بس على التكتيك اللي احنا قلناه وكده كده الريفرنس بريشر ده قيمة ثابتة. يعني الكي بي المعادلة بتاعته بارشال بريشر. فأنا ممكن أشيل البارشال بريشر بتاع كل سبيشيز من دولي وأعوض عنها من المعادلة دي. فيبقى البارشال بريشر بتاع سبيشيز A هو عبارة عن الكونسنتريشن بتاعها في دي في دي ونفس الكلام لكل سبيشيز. لو عوضت بي الكونسبت ده بالمعادلة اهيت وعملت شوية تحليل أقدر أوصل لمعادلة تانية للإيكوليبريم كونستانت بيزد على الكونسنتريشن. إيه هو أساس الإيكوليبريم كونستانت بيزد على الكونسنتريشن؟ النهارده بنقول الـ AC اللي هو الإيكوليبريم كونستانت بيزد على الكونسنتريشن عبارة عن في البسط البرودكتس بتاعت الفورورد ريأكشن وفي المقام الريأكتنس اللي داخل الفورورد ريأكشن تضرب الكونسنتريشن في بعضه بس قبل ما تضرب بيبقى رافع الكونسنتريشن للفاكتور اللي موجود قبل كل سبيشيز في المعادله بتاعت الكيميكال ايكوليبريم. في البسط البرودكتس بتاعت الفورورد ريأكشن وفي المقام الريأكتنس بتاعت الفورورد ريأكشن المقدار ده بنسميه الايكوليبريم كونستانت بيست على الكونسنتريشن. لو انا جيت استفدت من المعادله هي اللي هي معادله البارشال بريشر بتساوي الكونسنتريشن في ار في تي اللي هي المعادله اللي مكتوبه هنا خدت المعادله زي دي كل سبيشيز موجوده عندي وعوضت بيها هنا اقدر اوصل لعلاقه تربط بين الكي سي اللي هو بيزد على الكونسنتريشن والكي بي بيزد على البارشال بريشر او بيزد على البريشر. المعادله دي بتقول ان الكي سي بتساوي الكي بي في البي نوت اللي هو الريفرنس بريشر على الار اللي هو اليونيفرسال جاس كونستنت التمبريتشر بالكلفن كل ده مرفوع بأس بي زائد بي نوت زائد اف ناقص اي زائد بي زائد سي.
ماشي؟ طيب معادله دي تربط الاثنين بيه ببعض، فلو انت عارف واحد كده تستند الاثنين. طب ده ممكن يبقى سؤال اس كيو صغير. طيب ازاي بقى المعادلات دي اقدر استفيد بيها في المسائل، وايه اللي يعني ايه التول دي هتبقى هاندي مفيده بالنسبه لي؟ ده احسن حاجه بوضحها هو مساله، مفيش ما ينفعش التنظير هنا يعني. فهي المساله الوحيده اللي موجوده على الكوست اللي هي المساله رقم 8 في الشيء. When one half mole of oxygen and one half mole of nitrogen are heated to 3000 Kelvin at a pressure of 5000 Hz. عندي في البدايه خليط فيه نص مول نيتروجين ونص مول اكسجين. الخليط ده تم مسخينه تحت ضغط 5000 كيلو باسكال الى درجه حراره 3000 كيلو زي ما هو مكتوب. طيب ايه اللي حصل؟ سم اوف ذا ميكسشر، سم يعني مش كل الخليط، مش كل الكميه دي فعلا، سم اوف ذا ميكسشر ورياكت تو فورم ان او باي ذا رياكشن اللي هو ده يعني جزء من الخليط هيتفاعل علشان يكون ان او اكوردنج للمعادله دي. المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول ان لو اتفاعل نص مول ان 2 مع نص مول اكسجين هيطلع 1 مول ان او. ده على اساس ان ده هو الفورورد رياكشن. بس مع درجات الحراره العاليه ديت هي اصل المساله دي ان مع درجات الحراره العاليه ديت النيتروجين بيتكسر فيتفاعل مع الاكسجين عشان يكون اول اكسيد نيتروجين وده هيبقى الاتجاه الفورورد بتاعه. لكن ده ما يمنعش ان الاتجاه الباكورد ممكن يدخل في اللعبه بس بعد ما ان هو يبدا يظهر، يعني كان في البدايه عندي ان 2 او 2 بدا يتفاعل الفورورد يشتغل بس الباكورد مش موجود لان ان هو ما ظهرش. لما لان هو يبدا يظهر وتركيزه يعلى شويه يبدا الباكورد يدخل في اللعبه. ماشي؟ فكان حضرتك دلوقتي بدات بنص مول ان 2 ونص مول او 2. بدا شويه من ال N2 وشويه من ال N من O2 يتفاعلوا ويكونوا N O. ظهر ال N O فبدا الباكورد الاكشن يشتغل وبقى في اتجاه بيطلع لي N O وفي اتجاه بيرجع ال N O الى N2 O2. فلو في اوبزرفر واقف بره بيتفرج على الخليط فهو شايف في البدايه انيشن كده نص مول من ده ونص مول من ده. بعد كده يبدا يلحظ ان ال N O بدا يظهر وبدا يحصل كده فلكتويشن لغايه ما يوصل الى حاله كيميكال ايكوليبريم. عند حاله كيميكال ايكوليبريم التركيب ما عادش بيتغير والسبب ان الفورورد رياكشن سرعته بقت بتساوي سرعه الباكورد رياكشن. ففي الحاله دي كميه الـ NO في الخليط وكميه الـ N2 وكميه الـ O2 انت كاتبلي في التفاعل ان نص من ده مع نص من ده يعني المفروض يكون خلص. لا التفاعل ده بيوضح لك النسبه والتناسب. يعني لو اتفاعل نص من ده مع نص من ده يتكون واحد من ده. بس ده مش معناه ان كل النص مول اتفاعل، ممكن يكون اللي اتفاعل واحد من 10 مول من ده وواحد من 10 مول من ده فتكون قد ايه ان او لو انا همشي كده بالنسبه للتناسب؟ 2 من 10 مول ان او. يبقى كان الخليط في حاله لما وصل لحاله اتزان الكميه اللي وصل لها الان او هي 2 من 10 مول والكمية اللي باقية من الـ N2 والـ O2 كام؟ 4 من 10 و 4 من 10. فدي مش معناها إن الكمية كلها تتفاعل. دي النسبة والتناسب بتاعت مين؟ الاستيكيومتري بتاع التفاعل. فاهمين قصدي؟ طيب بقى الفريم مرة تانية اللي إحنا شغالين فيه نص مول نص مول. بدأ الفورورد ريأكشن يشتغل. ظهر الـ NO. الأوبزرفر شايف الـ NO عمال بيظهر. وبدا يلاحظ ان الفورورد رياكشن اشتغل والباكورد رياكشن اشتغل. يعني ما بقاش مجرد ان الان او بيزيد. لا ده بقى ممكن يرجع تاني. بدا يحصل الفلكتويشن ده لغايه ما التركيب الكيميائي او التركيب بتاع الخليط سلم. ده معناه ان الكيميكال ايكوليبريم حصل. بس ده مش معناه ان كل الكميه بتاعت الان 2 والان 2 اتفاعلت، لا ده جزء اتفاعل طبقا للاستيكيومنت بتاعت النص ان 2 زي النص او 2 ان او. بحيث يبقى عندي كميه من الان او وكميه من الان 2 وكميه من الاوتو. واضحه؟ طيب
فبيقول assume these are the only components which react. انت الخليط بتاعك هو بس الحاجات ديت ال N2 وال O2 وال NO. فالمطلوب هو كده اول حاجه طلب الكيميكال ايكوليبريم كونستنت على السنتر على الجداول. فالجداول مش معاك فاحنا هنعتبر ان ده جبن بالنسبه لنا، مش هينفع تفرضه اصل مش هينفع تفرضه ريشيو بتاع الرينج بتاعنا. فبتختلف من تفاعل للتاني باختلاف درجات الحراره. فالكي دي اللي بنشتغل عليه هنا قيمته بالنسبه للتفاعل ده 0.12075. انا جبت 0.12075 دي ازاي؟ ان في جدول بالنص ان دو زي النص او دو بيساوي ان او دي. في جدول ليه؟ بشوف الجدول بتاعها وعند درجه حراره اللي هي 3000 كيلفن اللي شغال عندها بشوف الكي دي قيمته بكام. ماشي؟ طيب المطلوب عاوز يحسب النمبر اوف مولز اوف ان او والنمبر اوف مولز اوف او2 ات ايكوليبريم. يعني لما حصل ايكوليبريم الخليط اللي قدامك ده في كام مول ان او وفي كام مول او2. اتفقنا ان الاو2 مش هيختلف ولا الان2 هيختلف، هو اقل شويه عن النص. ماشي؟ ده ممكن يكون تشيك بالنسبه لك انت وانت بتحل المساله. انت متوقع لما تطلع الاو2 والان2 اللي هي المول بتاع كل واحد فيهم كام مول يعني ان الرقم ده هيكون اقل من نص نفس الكتله. ماشي؟ طيب وممكن ندخل السؤال ده بشكل تاني، يقول كده find the equilibrium composition. find the equilibrium composition يعني عاوز اعرف لما حصل اتزان كيميائي كل مكون من خليط موجود منه كام مول. ولو عرفت كام مول موجوده من كل مكون من كل الخليط ده تعرف المول فراكشن. طيب حل دي ازاي بقى؟ هنا لازم نعرف ان في تفاعلين هيتكلموا. في تفاعلين هيتكلموا. التفاعل الاولاني التفاعل ان الاوبزرفر اللي واقف بره شايفه. الاوبزرفر اللي واقف بره شايف ايه؟ شايف ان كان عنده نص مول ان2 ونص مول او2. ماشي؟ كان شايف خليط بالشكل ده. ولقى ان الخليط ده لما وصل الى اتزان كيميائي وده شايف الخليط قدامه بدا كده وصل الى ان بقى فيه شويه ان وشويه او2 وشويه ان او. بس احنا ما نعرفش موجود من كام واحد من دول، يعني كل واحد من دول موجود منه كام. فدي اللي حاجه اللي احنا بندور عليها اساسا. بس الاوبزرفر اللي واقف بره الظاهر بالنسبه له حتى ممكن نسمي دي كده تفاعل الظاهر يعني. يعني هو الاوبزرفر شايف بدا ازاي؟ بدا ازاي وصل؟ ماشي؟ طيب ده تفاعل الظاهر بالنسبه للاوبزرفر. شايفين المقادير دهيت؟ ده اللي بنسميه الايكوليبريم ميكسشر. ده التركيب بتاع الخليط لما وصلت الكيميكال ايكوليبريم النهايه. والاي والبي والسي عدد المولات لكل مكون بعد ما وصلت للكيميكال ايكوليبريم. يعني كان المطلوب بتاع نمبر اوف مولز اوف ان او او2 ات ايكوليبريم المقصود بيهم هنا مين ومين؟ البي والسي. ماشي؟ طيب الاوبزرفر اللي واقف بره لما شاف الخليط تركيبه ثابت فده بالنسبه له هو ده الخليط. هل ده معناه ان مفيش تفاعل شغال؟ في تفاعل شغال. بس التفاعل ده بالانس. في كيميكال ايكوليبريم جوه على مستوى الجزيئات، في تفاعل تاني ممكن اكتبه. التفاعل اللي خلق ده ممكن. اللي هو ممكن نسميه تفاعل كامل. الحاجه اللي جوه على مستوى الميكروسكوب. اللي الاوبزرفر مش شايفه. واللي بتقول ان لو اتفاعل شويه من ان2 مع شويه من او2 هيتكون شويه ان او وفي نفس الوقت هيرجعوا بالباكورد رياكشن. وتاني دي النسبه والتناسب. فده ممكن نقول عليه كامل. وده شايفه اللي فوق شايفه الاوبزرفر اللي بره واللي تحت ده الكامل اللي جوه اللي خلى اللي فوق ده ممكن. اللي عمل ايكوليبريم معايا؟ طيب انا بدور على مين؟ انا مسالتي دلوقتي بدور على البي والسي. ولو عرفت البي والسي اعرف الايه كمان، يعني الموضوع مش صعب. طيب
لو انا مش عارف موضوع الكيلو جرام خالص اتكلمت عنه، لو انا عندي المعادله دي بس اللي هي معادله نص ايه نص ايه نص ايه نص الكلام ده، ممكن من دي نطلع معادلتين صح؟ المعادله بتاعت الوزن معادله الان ومعادله مين؟ معادله الان. هتيجي تبص للسيستم هتلاقيه مش محدد، لان انت بتتكلم على ثلاث مجاهيل A وB وC بس ايه؟ معادلتين بس، يبقى لازم معادله ايه؟ ثالثه. المعادله دي بتيجي منين؟ بتيجي من الاكوليبريم كونسبت. اللي انت ما كنتش تقدر تستخدمها الا اذا تحقق الكيميكال اكوليبريم. ماشي؟ طيب نكتب الاول المعادلات بتاعت البالانس، المعادلات بتاعت البالانس لو قلنا بقى من معادله الان هيبقى عندنا واحد بتساوي 2 a زائد c. ده معناه ان ال a بتساوي 1 ناقص c على 2. ولو عملنا معادله لل O2 هيبقى 1 بتساوي 2 b زائد c. ده معناه ان ال b بتساوي 1 ناقص c على 2. انا عملت ليه بالشكل ده؟ لان دي كده بتدينا انديكيشن مهم جدا ان ال a بتساوي b. ال A بتساوي ال B، ما أنا لما ده حل لازم يطلع معايا A بتساوي ال B، طب ليه؟ بص هنا، إذا اتفاعل كمية من N2 هيتفاعل زيها بالظبط O2، فلو ده قل بمقدار 1 من 10 مول ده هيكون قل بنفس القيمة، يبقى في الآخر نفس العدد من المولات هو اللي باقي. طبعا الكلام ده كان هيختلف لو أنت كنت بادئ بواحد مول من ده ونص مول من ده، بس اللي ساعد في حاجة زي دي إن أنت بدأت بنفس الكمية. طيب في معلومه ثانيه ممكن نطلعها من من دول، لو انا محتاج اعمل كده A زائد B زائد C، ال A بتساوي 1 ناقص C على 2 وال B بتساوي ايه؟ يعني A زائد B هي عباره عن 1 ناقص C زائد C بتساوي كام؟ بتساوي 1. عارفين مين من A زائد B زائد C؟ مش ده اللي كلنا بنمشي وال A عدد بتاع عدد المولات بتاع كل مكون من مكونات الخليط، فده نقدر نقول عليه ال N توتال عدد المولات الكلي لما حصل فيها كده كده. انا مش عارف ال A وال B وال C بس بالتحويله ديت عرفت ان مجموعهم بيساوي واحد. ماشي؟ طيب دي معادله بتاعت البالانس. المعادله الثانيه بقى دي مبنيه كمان من الايكوليبريم كونستنت اللي هو الكي بي. الكي بي بيساوي ايه؟ الكليبر كونستانت ما بيزع على البريشر بيساوي هو قدامكم هنا، بس مش هكتب انا دي ودي باف، لا انا هشوف اللي عندي. خدوا بالك افتكروا الدي والبي والاف والحاجات دي اللي كانت موجوده في اي تفاعل، التفاعل اللي فيه علامه ده ايه؟ ماشي؟ التفاعل بتاع الكليبر. طيب ده الفورورد وده الباكورد، يبقى ده الخارج بتاع الفورورد، يبقى هيبقى عندي في النص بس مش اكس واحد، لا الاكس بتاعت مين؟ الان هو ومرفوع على الباور بتساوي واحد، لان الفاكتور اللي قدام منها واحد. وعندي هنا في المقام في ان 2 او 2 يبقى الاكس بتاعت الان 2 الاكس بتاعت الاو 2 مرفوع على الباور كام بقى؟ كل واحدة فيهم مرفوع على الباور نص. هنا مصادفة ان في التفاعلين نص ونص ونص ونص، بس انت ممكن تكون بادئ ان ده واحد وده واحد. واحد يروح متلخبط وعمل الباور هنا بس واحد بس واحد، لا هتاخد الباور دي من التفاعل اللي فيه علامه ايه؟ ماشي؟ طيب في البي بتاع الخليط على البي ريفرنس، بس ايه؟ هنجمع الباور بتاع بالبسط نطلع منها مجموع الباور بتاع المقاطع، يبقى انا عندي هنا واحد بس ناقص نص زائد نص واللي هي بكام؟ بتصفر، يعني الموضوع ده كله هيبقى فين؟ واحد. يعني كام؟ ممكن ما يبقاش البريشر جيفن في المساله اساسا، لان الباور اللي هي الصفر دي لغيته خالص. طيب ده انا عارف قيمته 0.12075، انا عاوز اوصل المعادله دي يكون ظاهر فيها A وB وC. هستفيد من المعلومه اللي بتقول ان الاكس بتاع اي سبيشيز هي عباره عن عدد المولات على عدد المولات الكلي. ف خلاص ده الكيرف ده واحد، يبقى الكيرف بيساوي. ليتس ستارت ان او
فين الايكوليبريم ميشن؟ الايكوليبريم ميشن بتاعي ايه من ده؟ بي من ده وسي من ده. يعني عدد المولات بتاعت الان او هو عباره عن السي على عدد المولات الكلي اس واحد. الان 2 عدد المولات بتاعتها ساعه ما حصل كيميكال ايكوليبريم الايه على الان توتال نص نص في الاكسجين بي على الان توتال نص نص. طبعا الموضوع فيه واحد خلاص. ممكن كمان نقول طب انا اثبت هنا ان الانتر بتساوي واحد فممكن نشيلها خالص من دي، بس اعتبر ان الانتر ما بتساويش واحد. لو الانتر ما بتساويش واحد مش هطلعها بره؟ صح؟ لو اخدت واحد على ان توتال كده عشان تشيلها من هنا عشان تشيلها من دي ومن دي ومن دي، يبقى كان المقدار ده كده مرفوع لباور بتساوي واحد ناقص نص زائد نص. فحتى لو كانت الان توتال ما بتساويش واحد كان تاثيرها هيروح، كان تاثيرها هيروح لان الباور بتساوي ايه؟ الباور بتساوي صفر. يعني في الحالتين تاثيرها ما ظهرش. معايا؟ طيب فاصبحت دلوقتي المعادله بتاعت الاي بي ان بوينت 1 2 0 7 5 بتساوي سي على اي اس نص في بي اس نص. ماشي؟ ولو استفدنا من ان اي بتساوي بي فكان ديت اي اس نص في اي اس نص. يعني ايه؟ يعني كان المقدار ده هو سي على اي. والايه اساسا من المعادله ده بتساوي 1 ناقص سي على 2. اصبح لما كل حاجه عندي هنا هو مين؟ السي. طلع السي تروح تجيب الايه وتجيب البي بدل السي. فتلاقي المعادله في الاخر بقى عندك الاي والبي والسي تقريبا بكام بقى؟ ده كان بوينت 4 7 تقريبا. وده تقريبا بوينت 4 7. طب لو حد شاطر تقدر تقول لي ان هو كام؟ لا يعني من غير ما تكون عامل الحسبه دي، لو انا قلت لك ان ده بوينت 4 7 ده بوينت 4 7 يبقى لان هو كام؟ 6 و100. ومن غير البالانس، من غير ما تبص للبالانس 6 و100. فاكر ايه المعادله دي؟ عشان انا قلت لو اتفعل كميه من ده هيتفعل كميه ده بالظبط من ده. طب هنا لما يكون تلاقي لي بوينت 4 7 يبقى اتفعل قد ايه من النيتروجين؟ بوينت 0.3 3 من 100 صح؟ ده معناه ان في 3 من 100 كمان اتفعلوا من هنا. يعني جايب دلوقتي في 3 من 100 من ده و 3 من 100 من ده، يعني المفروض يكون طلع كده كام؟ 6 من 100. وفعلا ده يبقى تقريبا 0.6 من 100 ده تقريبا. يعني فاهمين قصدي؟ فالاثنين ده وده مرتبطين ببعض. التفاعل بتاع الكيميكال اكوليبريم هو اللي حكم الاكوليبريم كومبوزيشن. معايا؟ طيب عاوز يحسب نفس الكلام، عاوز يحسب طبعا لو انا الجامعة دي لو انت عرفت دي ودي ودي كده بقى المول فراكشن بتاع واحدة فيهم، المول فراكشن نقدر نحسبه. يعني مثلا المول فراكشن بتاع ان 2 هو عبارة عن بوينت 4 7 على بوينت 4 7 زي بوينت 4 7 زي بوينت 0 وهكذا مع الباقي. طيب هو المفروض دايما عاوز يحسب نفس الكلام ده بس if the pressure is doubled. لو الضغط اتضاعف بدل ما كنت شغال ب 5000 كيلو باسكال شغال ب 10000 كيلو باسكال. انت جبت الاي والبي والسي عن طريق المعادلات. التفاعلين بالنسبه له ده الصغر وده اللي هو الكامل فوق. البالانس هيأثر في ان الضغط ثابت نفس المعادلات. تعالى المعادله بتاعت الكي بي. المعادله دي طرفين. الطرف ده اللي هو الكي بي بيزد على التمبريتشر. التمبريتشر ما اتغيرتش يبقى القيمه ثابته ما اتغيرتش اللي هي بوينت حاجه دي. طب الناحيه دي الاكس اكس اهي اتغيرت هنا اتغيرت هنا دول ماشيه معايا. البي لو البي ضاعف هيأثر في حاجه؟ لان المقدار ده كده كده ايه؟ بيساوي واحد. لكن لو كان المقدار ده ما بيساويش يعني ده مش بصفر
هنبقى معالج الكي بي ده انا فاعل تيرمينال. لما بلاقي تاثير هحل سيستم مختلف. تمام؟ ده معناه ان المعادله الثالثه كمان ما اتغيرتش لما البريشر ضعف. السبب ده ان الباور اللي هي كانت بصفر. طالما الثلاث معادلات مش هيتغيروا يبقى الاي والبي والسي ثابتين يعني الايكوليبرم كومبوزيشن ما اتغيرش. مش محتاجين نحسب حاجه يعني. المطلوب بعد كده بيقول طب لو انت كان الخليط بدل ما هو نص مول نيتروجين ونص مول اكسجين، لا كان معاهم كمان واحد مول ارجون. واحد مول ارجون. طيب هنا المساله هتتحل ازاي؟ تعالوا شوف المعادلتين الظاهره والباطنه بالنسبه لي. الظاهره هتبقى ان حضرتك بتقول نص ان2 والنص اول فور اللي بدأ اول كان معاهم واحد مول ارجون. وارجون ده غاز كامل مش هيأثر على التفاعل في حاجه، مش هيدخل في الكيمياء بتاعت التفاعل. يعني هيظهر عندك شويه ان2 وشويه او2 وشويه ان او، والارجون هيطلع زي ما هو. ودول ده كده على بعضه هو الايكوليبريم ميكسشر. والترتيب بين الـ A والـ B والـ C اللي حكمها التفاعل الكامل ده. نص N2 زائد نص O2 يساوي NO. فتعالى شوف البالانس بتاع المعادلات والمعادلة التالتة، ولو اتغيرت يبقى في تغير في الكيميكال كومبوزيشن أو في الإيكوليبريم كومبوزيشن. لو ما اتغيرتش خلاص. المعادلة لو رجعت البالانس، لما تعمل معادلة البالانس هتعمل الجيب واحد بتساوي 2 A زائد C. ونفس الكلام بالنسبه للاكسجين ان الواحد بيساوي 2 بي زائد سي. معادله البالانس بتاعت الارض مش هتبقى فيها بحاجه، واحد بيساوي واحد. ماشي؟ فدي معادلتين. المعادله الثالثه معادله البالانس، المعادله بتاعت الكي بي. لما تيجي تبص كده المعادله هي، والمعادله دي واخد الباور ديت من هنا من ده. فالمقدار ده ماشي زي ما هو اهو. وحتى قيمة الكي بي مش هتتغير لأن درجة الحرارة ما اتغيرتش. والترم ده نيوتراليز لأن هو الصفر. بس المشكلة ممكن تكون في مين بقى؟ المشكلة ممكن تكون في الـ N total. إن الـ N total مش بواحد. لأن الـ N total هي عبارة عن إيه؟ الـ N total هي عبارة عن A زائد B زائد C زائد زائد واحد. يعني لو انت اثبتت ان يعني ايه زائد بي زائد سي بتساوي واحد، خلينا نقول هنا بتساوي كام؟ بتساوي اثنين. فلما تيجي تاخدها عامل مشترك على اساس ان دي باثنين، هتلاقي برضه الايفكت بتاعتها مش هتبقى موجوده، ده غير رفع الوصف كام؟ بصفر. لكن لو كان ده مش بصفر كان هيبقى في كلام تاني. معايا؟ فلما الاسئله بتاعت النيوتراليز يعني عرفنا انها اتغيرت، فضلت المعادله الثالثه زي ما هي. فبالتالي الثلاث معادلات ما اتغيروش، يبقى الاي والبي والسي ما اتغيروش. يبقى في الحاله دي هيبقى عندي نفس قيمه الاي والبي والسي. بس لما تيجي تحسب المول فراكشن، لما هتقسم هتقسم على ان توتال. يعني ايه زائد بي زائد سي زائد معايا؟ طيب. امتى كان اضافه الارجون ممكن تغير من الايكوليبريم كومبوزيشن؟ في حاله انت هو احنا حياتنا مفيش فيها مشكله، هي فكره لو غيرت قيمه الكي بي. الكي بي القيمه هو مرتبط بدرجه الحراره. لو درجه الحراره اتغيرت الكي بي يتغير. طب هو الارض ممكن يغير من درجه الحراره؟ ممكن في حاله اللي هي ايه؟ لو انت مثلا كان عندك النص مول ان2 والنص مول او2 عشان توصلهم 3000 كلفن بتضيف 100 كيلو جول. فسي انت رحت جاي ضايف معاهم الواحد مول ارجون ورميت نفس ال 100 كيلو جول، هتوصل 3000 كلفن؟ فدرجة الحرارة التفاعل شغال عندها ما بتوصلش 3000 كلفن دلوقتي. فالكي بي هيتغير. فعلى الرغم من انها دي زراعية بس الكي بي اتغيرت، فالمعادلة كلها اتغيرت، فيتغير الـ A والـ B والـ C. هنا كان ممكن بقى الأرجون يغير من التفاعل أو يغير من الإيكوليبريم بوزيشن. أو في حالة تانية لو كان الدنيا ما بتساويش صفر. لو كان الدنيا ما بتساويش صفر كان هيبقى في كلام تاني برضه. ماشي؟ بس هاتوا الـ